ضحايا وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي في المونديال كترت قوي بعد رحيل مدرب بلجيكا واعتزال أدن هازارد والخروج المبكر على يد أسود الأطلس. النهاردة أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب لويس إنريكي من تدريب لاروخا بعد الخروج من دور 16 بالخسارة برضو أمام المنتخب المغربي. وتولي من إنريكي تدرب قام بتدريب أسبانيا منذ عام 2018 ليبدأ في تجديد الفريق مع إقصائه من مونديال روسيا برضو بركلات الترجيح. بعدها غادر مؤقتا بسبب مرض ابنته الصغيرة ووفاتها في نهاية المطاف وعاد مجددا في عام 2019. قاد أسبانيا إلى دور الأربعة في دور الأمم في دوري الأمم مرتين، وقاد أسبانيا لنص النهائي من بطولة أوروبا 2020 قبل أن تتعرض أسبانيا لخسارة أخرى بركلات الترجيح أمام إيطاليا.